هذه النشرة، العثور على شاب علي نورة جثة في مسبح بإبل السقي. مش بايلي طونك، ما دار كيف مات ابني. الحاج حسن عن أزمة النفايات، إما الطمر وإما التصدير. لقد منع عارضون من التقدم إلى مناقصة بيروت. قوات منصور هادي تعلن سيطرتها على قاعدة العند، والحوثي ينفي. أهلا بكم. يصحو اللبنانيون وينامون على أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعانيها معظم المناطق اللبنانية منذ أيام من جراء التقنين القاسي وغير المحتمل وما يرافقه من انقطاع للمياه أيضا، ما دفع بالمواطنين من مختلف المناطق إلى مناشدة المسؤولين في اتصالات عبر الجديد توفير الكهرباء بأسرع ما يمكن، ولا سيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان. أما أزمة النفايات في بيروت وضواحيها التي تراوح مكانها فجديدها اليوم ما أعلنه وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالنسبة إلى الحلول، فأما الطمر في جميع الأقضية وأما التصدير، والحل الأخير خيار مطروح على طاولات البحث لكنه لم ينضج بعد. الحاج حسن أشار في مؤتمر صحفي إلى أن ما أوصلنا إلى أزمة النفايات هو المحاصصة السياسية والإصرار على عدم إجراء مناقصات جديدة وتراجع هيبة الدولة وفشل المعالجات الحكومية، لافتا إلى أن قوى سياسية منعت عارضين من التقدم إلى مناقصة بيروت والضواحي. ومن الأزمات إلى المآسي الإنسانية، حيث عثر على شاب علي أحمد نورة من بلدة بلاط جثة هامدة في مسبح في إبل السقي قرب مرج عيون بعدما فقد أمس في المسبح، ولم تكشف أسباب الوفاة حتى الساعة بانتظار تشريح الجثة وتقرير الطبيب الشرعي. رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن معالجة النفايات المنتشرة في بيروت وجبل لبنان يجب أن تكون بطرق علمية وبيئية كما في دول العالم، والأهم عبر تبني مبدأ الفرز من المصدر. وفي مؤتمر صحفي أكد الحاج حسن أن معالجة هذا الملف المستفحل لا تكون إلا بالتفاهم السياسي لإيجاد مطامر صحية، وتحدث عن منع قيام مناقصات في بيروت وعن عروض للتصدير لم تنضج بعد. قوى سياسية موجودين بالبلد منعوا المتعهدين يقدموا العارضين يقدموا على بيروت والضواحي. لمصلحة مين؟ أكيد حدا متعهد حابب يحصرها فيه مثلا. أنا ما جاي لتحول المؤتمر الصحفي لمادة خلاف سياسي جديدة، عم بحكي بخطة ورؤية واضحة، مش جاي. أنتم بتعرفوا تستقصوا صحفيين وبتعرفوا، بس لقد منع عارضون من التقدم إلى مناقصة بيروت والضواحي. طيب إذا الحل يا مطمر أو أكثر أو اثنين أو ثلاثة أو التصدير. من شوي اتصلت بمعالي وزير البيئة اللي عم يشتغل بشكل حثيث مع رئيس الحكومة، في عروض جاية من الخارج لتصدير النفايات بس لم تنضج، وآمل كما قلت أن تتحول إلى عروض جدية. أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده ستمدد الضربات الجوية التي تشنها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق لمدة عام، أي حتى نهاية شهر أذار عام 2017. وقال فالون من بغداد حيث التقى نظيره العراقي ومسؤولين آخرين إن العراق بحاجة للدعم البريطاني في المجال الجوي والتدريب والمعدات، ولكن لا حاجة لمشاركة الجنود البريطانيين على أرض المعركة. واعتبر فالون أن المعركة التي يخوضها العراق ضد قوى الإرهاب إنما هي معركة العالم أجمع، مضيفا أن العراق يمثل رأس الرمح فيها وخط الدفاع الأول عن قيم الإنسانية ومصالحها الحيوية. القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تؤكد سيطرتها على قاعدة العند الجوية في محافظة الأحج، والقوات الحوثية تنفي.
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أن القوات الموالية لهادي تمكنت من استعادة السيطرة على قاعدة العند الجوية من أيدي الحوثيين وحلفائهم، وذلك بعد هجوم دام 24 ساعة استخدمت فيه دبابات وأسلحة ثقيلة زودها بها التحالف الذي تقوده السعودية. وأفاد قائد عسكري ميداني أن نحو 3000 مقاتل موالين للحكومة شاركوا في استعادة قاعدة العند ويتوجهون إلى محافظة الضالع لملاحقة الحوثيين فيها وتطهيرها بالكامل على حد وصفه. فيما أكد قائد عملية استعادة قاعدة العند اللواء فضل حسن أن القوات الحكومية تمكنت من أسر أكثر من 70 عنصرا من قوات الحوثيين، وستواصل التقدم لاستكمال السيطرة على محافظتي الحج وأبين بعد استعادة قاعدة العند التي تفتح الطريق شمالا إلى مدينة تعز حيث يتحصن الحوثيون. وقاعدة العند هي أكبر القواعد العسكرية في اليمن، وتقع في محافظة لحج على بعد 60 كيلومترا من العاصمة عدن. وكانت مصادر حوثية نفت في وقت سابق أنباء سيطرة قوات هادي على القاعدة. وأعلن توفيق الحميري عضو اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله الحوثية أن مسلحي الجماعة صدوا هجوما شنته القوات الحكومية. كما اعتبرت خدمة المسار الإخبارية التابعة للحوثيين الأنباء والتصريحات التي تحدثت عن فرار الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح من قاعدة العند بعد معارك عنيفة مجرد حرب إعلامية، وتحدثت عن صد هجوم مدعوم بمقاتلات التحالف على القاعدة التي سيطر عليه الحوثيون وحليفهم صالح في آذار الماضي. أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها أوقفت الاثنين زعيم مجموعة يهودية متطرفة يدعى مائير أتينجر، وهو أول شخص يتم توقيفه منذ استشهاد الطفل الفلسطيني حرقا قبل أيام في الضفة الغربية المحتلة. من جهته قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في لاهاي مذكرة حول استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة حرقا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي مستوطنين متطرفين. وأشار مكتب المالكي في رام الله في بيان إلى أن المذكرة تناولت تفاصيل الجريمة والهجوم الإرهابي ضد عائلة دوابشة بشكل خاص وإرهاب المستوطنين بشكل عام. نتابع النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. العثور على الشاب علي أحمد نورة جثة هامدة في مسبح في إبل السقي قرب مرج عيون. عثر على الشاب علي أحمد نورة مواليد 98 جثة هامدة في مسبح في إبل السقي قرب مرج عيون بعد فقدانه أمس خلال تواجده في المسبح. أصدقائه بحثوا عنه كثيرا في المسبح لكن لم يكن هنالك أي أثر، وفجأة في اليوم التالي وجد في المسبح، وهو ما جعل العائلة ترسم علامات استفهام كثيرة. كل اللي سهرانين وما كان له أي أثر، الصبح قالوا لنا وينه هون ميت، مش ميت هونيك، بدي اعرف كيف مات ابني مثل قلب النهار 17 سنة، الله يعرق قلبه مثل ما عرقوا قلبي، بدي اعرف ابني كيف مات، قلبي بيخرج بس لما بعرف ابني كيف مات. وزي ما قالوا لنا عنه انه مات كل الليلة قاعدة هونيك، وجد كل العالم ودورت هونيك بالبسين وبحوالي بلدانا ما بين شيء. هلا اليوم الصبح بيقولنا الصبي وين هوني. هلا هذا الموضوع عند بالتحقيق عند الاجهزه الامنيه وهي بتبين الامور. بيمزح كثير وعنده مزح ورفقاته كلهم بيمزحوا مع بعض، كله بحبوه، ما في حدا الا ما بحبه. يعني شو بدي اقول لك، حياته حياه انسان طبيعي عادي. ما بين عليه اي اثار انه متضايق او ما حكي مع حدا، ولا حتى تليفون ما اجى او حكى على التليفون. صار ونحن خليناه بس رجعت على الضيعة قالوا لي انه علي ما فقد. وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، كما حضرت الأدلة الجنائية للكشف عن الجثة ومعرفة سبب الوفاة. هيئة التنسيق تدعو إلى التحرك من جديد. المشاركة الكثيفة والمتنوعة والشاملة في المؤتمر الوطني النقابي الذي تعقده يوم الأربعاء الواقع في 19 آب 2015 الساعة 4 بعد الظهر في قاعة قصر اليونسكو في بيروت، وذلك للتباحث في
في سبل حل المعضلات الاجتماعية والحياتية التي يعاني منها اللبنانيون، وللضغط على الطبقة السياسية لمنعها من أخذ البلد إلى الهاوية. والدعوة نوجهها عبر الإعلام إلى جميع القطاعات الاقتصادية والنقابية والشعبية والاجتماعية والبلدية والشبابية والنسائية والعمالية والطالبية. أكد وزير العمل سجعان قصدي أن حل أزمة الوفيات يتقدم على أي نقاش آخر في جلسة مجلس الوزراء غدا، بما في ذلك مسألة آلية العمل الحكومي. وقال في حديث لصحيفة المستقبل: نحن لا نقبل البحث بأي أمر قبل حل هذه الأزمة، مشددا على أن كل المواضيع تحتمل التأجيل إلا النفايات. وأضاف قصدي: البعض يقول لا جدول أعمال في مجلس الوزراء قبل بت الآلية، ونحن نقول لا جدول أعمال قبل بت النفايات. في الرابية التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازيبكن، وجرى البحث في تطورات الأوضاع محليا وإقليميا. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. كشف المتحدث باسم البنتاغون بيل أوربن أن الولايات المتحدة نفذت أول غارة جوية لها في الأراضي السورية للدفاع عن مجموعة من المقاتلين المعارضين الذين دربتهم ويطلقون على أنفسهم اسم مجموعة سوريا الجديدة. وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أعلن أن واشنطن قصفت مواقع لجبهة النصرة، وذلك ردا على هجوم شنته هذه الجماعة المتطرفة على مقاتلين معارضين دربتهم الولايات المتحدة. إعدام شاب باكستاني شنقا لارتكابه جريمة عندما كان قاصرا قبل 8 أعوام. بعد 8 أعوام أمضاها خلف القضبان، نفذت السلطات الباكستانية حكم الإعدام شنقا بحق شفقة حسين، الشاب الذي أصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، والذي شنق على الرغم من الانتقادات الدولية والتشكيك بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقه وأحد مسؤولي السجن. وشفقة حسين الذي دفع ببراءته خلال محاكمته حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفل في 7 من العمر عام 2004، وكان يومها قاصرا وفق شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام، كما أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة رأت أن محاكمته لم تحترم المعايير الدولية. ومع ذلك فإن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع وأعدمته في سجنه في كراتشي جنوبي البلاد. وأكد شقيق شفقة حسين نبأ الإعدام. وكانت باكستان قد جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور شمالي غرب البلاد، وأوقع 154 قتيلا في 16 من كانون الأول الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار. بعد 59 عاما على إصدار طابع بريدي عن تأميم قناة السويس، دشن رئيس وزراء مصر طابعا بريديا جديدا لمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل. وقال خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الطابع الجديد يحمل صورة سفينتين متقابلتين في القناتين القديمة والجديدة، وبينهما مفتاح الحياة عنخ في مصر القديمة، وسنابل قمح تتجه نحو الشمس وترمز إلى النمو والخير الذي سيعود على المنطقة والشعب المصري. كان في هذه النشرة العثور على شاب علي نورة جثة في مسبح بإبل السقي. مش بايلي طونك، ما دارت كيف مات ابني. الحاج حسن عن أزمة النفايات، إما الطمر وأما التصدير. لقد منع عارضون من التقدم إلى مناقصة بيروت. قوات منصور هادي تعلن سيطرتها على قاعدة العند، والحوثي ينفي. في الختام شكرا وإلى اللقاء.